فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله جمل الفرائض. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات خمس، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتان. وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافة بالقراءة في الظهر والعصر. وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها. طب الآن نقف عن هذه المسألة وهي من الأهمية بالمكان. هو بيان ما زال الشافعي يعني يحسن إلينا في بيان العلاقة بين السنة وبين إيش؟ وبين القرآن. فقد يحكم الله الفرائض في الكتاب وتأتي السنة موافقة فقط، موافقة للفرض المحكم في الكتاب. وش فائدتها؟ خرج من النقاشات الناس فرحانه برضو، تقول لك الحمد لله ذات الجهل انه عارف ومسائل مش معروف، وده يدمى القلب له. وش فايدتها؟ ماشي نصير السنه بيانه هي موافقه، اتت بالموافقه التامه، اتت بالموافقه ثم بيانت. انا ما قلتش بيانت ولا قلنا بيانت بحال الاحوال، فما الحكمه من ذلك؟ عشان لو في خلاف ترجع على هذه الاخر. جيد، والخلاف هاتي منين؟ لكن جيد، كلام جيد. ها والله العظيم انت تعالى باكستاني، تعالى بهدير، خذ بهدير تفضل. نعم، حقيقة من الحكم العظيمة هي تحقيق قول من سلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن وها مثله معه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فهنا ليبين المثلية، وهذه أصلا بيان لحجية السنة، بيان لحجية السنة. الشافعي ما وقف عند ذلك، قال الكتاب أحكم الله فرائضه في كتابه. عفوا، فأحكم الفرض في الكتاب، ثم أتى تمام البيان من السنة، تمام البيان من السنة. عفوا أسامحكم عذرا، وقالها الدكتور تامر، قال قلتها. دكتور تامر انت من زمن بعيد يعني ما نراك ولا نرى تعليقك، فاتق الله فينا، انت زينة المجالس اصلا. نعم، ليبين الموافقة ولحجية السنة: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا يجعلك تثق في السنة، أن السنة جاءت موافقة للكتاب لأنها خرجت من مشكات واحدة، ثم البيان. لذلك قال الشافعي ايش؟ أحكم الله فرضها في الكتاب وبين عددها. ايش النبي صلى الله عليه وسلم كيف بين عددها؟ في الصلاة احكم الله فرضها، حتى في التوقيت احكم فرضها. قال الله تعالى: اقم صلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان لدلوك الشمس الظهر وايش والعصر، وقال لدلوك الشمس وغسق الليل وغسق الليل هو المغرب والعشاء، ثم قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، لأنه غسق الليل إذا سقط حاجب الشمس بعد المغرب ثم بعده العشاء. لكن جاء البيان أو زيادة البيان من سورة النبي عدنان، فبين الفجر
حين تروح الفجر الصادق تروح الفجر الصادق للفجر الكاذب، ثم بين الظهر على ما جاءه جبريل عليه السلام وبين الوقتين في الصلاة. قال جاءه عندما زالت الشمس، وثم جاءه عندما صار ظل كل شيء مثله، ليبين أول وقت وآخر. هذه زيادة بيانه الآن، زيادة بيانه الآن، وبين أنه لا اشتراك بين العصر وبين الظهر. العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني ينتهي الظهر يأتي العصر، وآخر وقت له الاختيار أن يصير ظل كل شيء. هذا كله بيان، كله بيان. ومن البيان أيضا في هذا أن الله جعل أحكم الصلاة وقال أنها لا تصح إلا باستقبال القبلة، لقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلأنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهنا هذا بيان لها. النبي صلى الله عليه وسلم فصل بأن صلاة الخوف قد لا يكون فيها استقبال أو يكون فيها استقبال، لقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، حيث قال الله جل وعلا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبان. قال ابن عمر إيش؟ مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وبين أيضا أن سقوط وجوب الاستقبال في النفل في السفر، في السفر سواء كان قصير أو كثير عند جمهور الفقهاء في هذا الباب. نعم. أيضا جاء من ذلك البيان في مسألة الوضوء ثلاثا أو مرة أو مرتين. هذا أيضا مع إحكام الفرضية في الكتاب جاء زيادة البيان للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين ما هو القدر المجزئ والقدر الإيش الكمال، وكما قال نظيره ما قلت الآن كما في الوضوء. نظيره تفضل أجب. كلام صحيح. في الغسل فيه هو قال وإن كنتم جنبا إيش فالطهر أقل شيء يقع على الطهارة هو تعميم الجسد بالماء. قال ثم أفيد الماء على الجسد فتكوني قد طهرت. لكنه بيّن بفعله بيانا، بيّن الوضوء وبعد الوضوء مسح غسل الرأس ثلاثا، ثم بعد ذلك إفاضة الماء على الجسد، إفاضة الماء على الجسد. كذلك في الزكاة، الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وقال أقيم الصلاة وآت الزكاة. أحكم الفرض دون البيان، أحكام الفرض في الكتاب دون البيان. فجاءت السنة بموافقة أحكام الفرض، ثم جاءت بعد ذلك بزيادة عليها وهي البيان. فالمجملات موضحات في سنة النبي العدنان، بيّن أن كل مال لا زكاة عليه إلا بإيش، إلا أن يبلغ نصابا، يمتلك مال يبلغ نصابا، وإلا أن يحول عليه الحول. وقد بيّن أن الله جل وعلا بإحكام الفرض على صنوف من يستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. طيب فين نصيب السنة من هنا؟ أين نصيب السنة من القرآن هنا؟ انتوا فاهمين اللي انا اقوله؟ اصلها لي تاصيلا بقى، كلم اصول، احنا بنتكلم في الاصول الان. المقدار يا شيخ، مقدار الافكار المقادير. انتوا فاهمين السؤال؟ نعم معلش. مش فاهمين السؤال؟ شيخنا حضرتك قلت للسؤال مش فاضل اسئله. الان قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين، انما اصاب حسر القصر. فقلت هذا جاء ايش؟ ممكن تسكت ولا مش ممكن؟ فهذا جاء ايش؟ جاء بإحكام الفرض، صح؟ قلت ما نصيب السنة من ذلك؟ ده سؤال مش مفهوم وفهمه أكثر. مش احنا نتكلم أصوليا؟ أول ما ابتدأنا، أنتم مش صحيحين في المسائل الأصولية. أول ما ابتدأنا ماذا قلنا؟ يعني حتى اللي قلناه أولا تام حريص تعالى لا يروح عن قلوبي من أنتهي خلاص ما. قلنا بتأتي السنة موافقة للكتاب لإثبات الإيش الرتبة، ولأنها حجية السنة، وهي تأتي موافقة للأحكام كلية لبيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن و
صحيح؟ فهو السؤال على نفس التأصيل. قلت قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين، السنة ما نصيبها من الكتاب. اللي يجيب عشان تعرفوا الإجابة بقى، اللي يجيب هيقول لي جاءت موافقة، ويكون في الأصل حتى يظهر قول سلم أنا من قد أتيت أرقام مستوى معه، أو جاءت موافقة مبينة، فهمتم؟ أو جاءت موافقة طبعا مبينة، دي هتحتمل إيه؟ تحتمل إيه يا نصير؟ تحتمل إيه يا سناوي؟ أنت بتعرف إيه ده؟ أستاذ مبينة ممتاز ممتاز والله حمد. آه كذاب قل ليه؟ مبينة بالقول يعني؟ أنا سأموت لأن أنا بتكلم في مش في إنشاء، بتكلم في أصول. لما أقول سنة مبينة سأقول وبيان السنة للقرآن بيان تخصيص، أو بيان تقييد، أو بيان كشف الغوامض والمبهمات والمجملات، هذا البيان. نعم في ما انا كلمت قلت ما نصيب السنه من هذا في احكام الفرد، انما الصدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليه، وذكر اصناف الثمانيه صح. وهنا الان ما نصيب السنه من هذا، ده اللي بقوله. شيخنا في حديث معاذ رضي الله عنه قال صدقه تؤخذ من اغنام فترد على فقرائهم، بين انها ترد على المكان الذي اخذت فيه. ده ممكن نوع تاني جيد تتكلم فيه، هتتكلم فيه زيادة، لكن عشان تأصل الأصولية ماذا تفعل؟ تاني ايه؟ تاني افهم؟ احنا قلنا في الأصول السنة تأتي ايه؟ انت عمال حسام ماس انت قوموا انتوا الاثنين بقى، قوموا انتوا الاثنين قل لي ما أصلنا في الأصول بقى في هذا. شغالين انتوا الاثنين، انت عامل عم محمود وهم عامل عم خليل الجنايني، والاثنين عاملين يكلموا من الصبح. بتتكلموا في ايه بقى؟ اول حاجه بتتكلموا في ايه؟ قول بتتكلموا في ايه؟ هو كان بيصلي فعلا اتاخرت كل الساعه اللي بتتكلموا فيها دي، بس انت بيكلمك بالمغناطيسي، بيكلمك بالبطيء. ها طب هات التأصيل. احنا وصلنا ان السنة والقرآن من مشكلة واحدة، فالقرآن يأتي بالدليل مثلا، والسنة تأتي بما جاء به القرآن، والسنة تزيد عليه بالبيان. طب ماشي، طبق بقى على ذلك، انما الصدقات الفقراء والمساكين زي ما قال الشيخ نصير برضو في سيدنا معاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن سنقول السنة جاءت موافقة وجاءت مبينة، ومن البيان الذي لم يأتي به القرآن المطلق قيده، إنما الصدقات الإيش؟ طب الفقراء دي معناها إن الزكاة تنتقل من بلد لأخرى ولا ما تنتقل؟ من الآية، أنا بسألكم من الآية. أخ منصور خلاص كل الفقراء صح ولا لا؟ يأتي البيان بقى بالتقييد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال تخذ على فقرائهم، ولذلك الشافعية والحنابلة قالوا أنه لا يجوز نقلها إلى بلد أخرى. طب ما في فقراء، قال فقراء البلد تغنى أولا. وطبعا أقربون أول معروف هذا ليس بحديث، أقربون أول معروف هذا صحيح، أدناك ثم أدناك، فجاء تبينا صح ولا لا؟ جاء تبين أيضا، جاءت من السنة بيان ما يعطى لابن السبيل، وده مش موجود في الكتاب، بل ما أعطى بلغة لما ما يبلغه إلى بلده، حتى لو كان غنيا يأخذ ما يبلغه إلى بلده. يبقى جاءت موافقة وجاءت إيش؟ وجاءت فيها بيان، زيادة بيان، هذا هو.
تتكلموش تاني. تفضل تفضل. وقد ورد ايضا في الكتاب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله من الله. جاءت السنة موافقة ومبينة، لأنه قال لا قطع إلا في ربع دينار. وأيضا في الكتاب قال: والسارق والسارقة فاقطعوا إيش قال؟ أيديهما. طب فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق من الأصابع إلى 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 العضد صح أو الكتف. فجاءت السنة مبينة بأن القطع يكون من الرسخ. وجاء البيان أيضا أنه إذا كانت السرقة ثبتت بالإقرار على ولي الأمر أن يلقن السارق حتى لا يقطع. وجاءت أيضا بعد سارق وقال فاقطعوا، فهنا تراخى القطع. والآن تراخى القطع، فكأنه قال بأن حسم المادة من بدل لنا صفحته بالبينة فيكون به القطع. من ذلك قول الله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاءت السنة موافقة ومبينة، زيادة بيان. جاءت موافقة بأنه لا يجوز لامرأة أن ترد إلى زوجها إن كانت بينها بينونة كبرى حتى تتزوج غيره. موافقة للكتاب حتى تنكح زوجا غيره. ثم ظهر البيان برفع الاحتمال. فين الاحتمال؟ أين الاحتمال هنا؟ احتمال فين يا حجر؟ تفضل يا حجري. إسناد الفعل للمرأة. إسناد الفعل للمرأة، ممتاز. الاحتمال حتى تنكح زوجا غيره، النكاح يقع في لغة العرب على الوطء وعلى العقد. فجاءت السنة بالبيان عندما قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه زيادة بيان، وهذه زيادة بيان. من ذلك أيضا في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالكتاب بيّن ركنية الطواف، الكتاب بيّن ركنية الطواف. وأحكم الفرض فيه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أركان الحق الحج الطواف، وقال خذوا عني مناسككم، ثم بيّنه بالأشواط السبعة والصلاة خلف المقام. وهذا أيضا موافقة مع بيان. هذا الذي أراده الشافعي في هذه الجزئية هو أن يقول: وعلاقة السنة بالقرآن موافقة في إحكام الفرضية، ثم بيان أو جلاء ما كان بيانا لبعض المبهمات أو المجملات في هذا الباب. وذكر الفرائض: الصلاة والزكاة والحج وحتى الصيام، حتى الصيام في هذا الباب. جاءت الموافقة بالإحكام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا قال الليل تحتاج لبيان، إما أن نقول ظهور النجم، وإما أن نقول سقوط الإيش، حاجب الشمس. لذلك النبي لما قال له الرجل: لو صعدنا الجبل لرأيناها، قال له: قم فاجح لنا، قم فاجح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا النهار فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم.
فجاءت أيضا موافقة مع البيان. هذا الذي أراده الإمام في هذا الباب، علاقة بين السنة والقرآن أن تكون موافقة في أحكام الفرض. هذا في أحكام الفرض، لأن قد تأتي السنة ببيان أحكام الفرض لما يكون محتمل وببيان أصلا مجملاته، لكن هنا أحكام الفرض في الكتاب تأتي السنة موافقة ثم بعد ذلك تكون إيش؟ تكون مبينة. نقف عند هذا. في أسئلة تفضلوا، وبعدين حريص بقى يأتي يريحنا بعض الشيء. قال حديث شيبات نهود وأخواتها، صحيح أم لا؟ وما هي أخواتها؟ هذا حديث فيه جهالة، فيه جهل، وإن حسنه بعض العلماء. ما هي أخوات هود؟ أعتقد القمر، صح؟ القمر والواقعة، القمر والواقعة والمرسلات والتكوين، كلها تتكلم على ما يحدث في الآخرة. يقول عقد القران ثم اختلى بها بدون جماع. عقد ايش؟ القران. ثم اختلى بها بدون جماع بن حسين إلاج ثم طلقها، هل عليه عدة؟ ما هو انت من حقك، هو لازم يضحك لان بتقول ثم خلى بها بن حسين إلاج، فيفهم من كلامي انه فعل كل شيء الا الوطن. ممتاز، انت بتكني ممتاز، هو بيضحك عشان كده يتزوج. اتفضل قاعد السؤال مره ثانيه. يقول عقد القران ثم اختلى بها دون جماع ثم طلقها، هل عليها عده ام لا؟ نعم، ليس عليها عده، ليس عليها عده. الأئمة الثلاثه قالوا عليها عده، خلي بالك للخلوه. اذا خلى بها، اذا قالوا اذا اغلق الباب يعني وجب المهر عليه عدة. كلام الشافعي هو الأقرب، كلام الشافعي هو الأسد، كلام الشافعي هو الذي على الأصل، لأن الله جل في علاه تكلم عن المعقود عليها إذا طلقت على التعميم، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالصحيح أنه لا عدة لها. لكن المهر كاملة يا شيخنا في الحلقة. نعم شيخ، المهر هنا كاملة والمهر ليس بكامل، لها الشطر. وش المهر كامل بالدخول، النص في الكتاب بالدخول. اي نعم، هو المشكله الجمهور قالوا في اجماع صحابه، واجماع صحابه غير وارد، اعتقد خالف بن مسعود او غيره قالوا اجماع الصحابه انه لو ارخى الستر وجب المهر، وصحيح انه ما فيش اجماع. وبعدين ظهر القران يقدم، اين اجماع؟ شروطه غير متوفره. ختامه بس يا شيخنا، يقول ماذا يفعل من كان يحب النساء ولا يستطيع ان يصبر عنهن ولا يستطيع ان يتزوج لفقره؟ واحد وصفه عجيب، يحب النساء ولا يصبر عليهن وهو فقير. اصدق الله يصدقك، ستجد فقيره ترضى بك، ثم ارفع يديك والله ستغتني تغتني، ان كنت صادقا سترى وستجد، ستجد من تقول لك ما اريد الا ظل حيطه، وانت مش حيطه، ده انت رجل. فتقول اذا انت عندي افضل من ظل الحائط، انا مش بمزح، بكلم بجد. هتجد امراه تريدك، وبعدين انت حقا ان كنت هكذا ووضع الله فيك غريزه او جبله كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يضيعك، لا يضيعك. صم حتى تتزوج، لكن والله وبالله وتالله ستجد من تقول لك يعني انا 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 ارضى بك واحملك فوق راسي. المسألة أيضا في الواقع الذي نعيشه وجدنا كثيرا من ذلك. أبو هريرة لما اشتد عليه الأمر طلب من النبي أنه يختصي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن ما قدر الله سيكون. تزوج من؟ تزوج أميرته. الأميرة كانت يعمل عندها، كانت تقول له تخلع النعل، يعني تركب حافيا لما تركب، على كانت تأمره كده وتأمره بشيء آخر، دعني ما أقوله. فهو لما تزوجها بقى يأمرها هي اللي تعمل كده، هو قاعد بيتفرج. أمرها تفعل ما كانت تأمره أن يفعله عندما كان عاملا عندها. لما صار زوجا وسيدا كانت تفعل ذلك تواعية، يأمرها وتفعل ذلك وتخلع نعلها
وتركب حافين. فهي الحاصل انه 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 انت اصدق لا استجد. كثير من النساء تتزوجهن ما يعني مش ما, ما تحسب ان انت اصلا لن تلد. لكن المشكله ان احنا اصلا بنعامل الله استغفر الله بالراي. لو بنعامل باليقين المساله انتهت. سينشئ الله لك نشأا كالظهر الجارف عليك لتزوج ما دامت نيتك صادقه ما دمت تريد العفاف. ثلاثه: حق على الله حق اوجبه على نفسه حق على الله عنه انك يريد العفاف. اصدق الله يصدقك. المساله دائره على ذلك. اصدق الله يصدقك. النبي كده كان بيوسع له المساله. اه بيوسع له الباب. في حديث المخزومية النبي اصر اللي هو يقطع ايده. فين؟ لما لو انا اشفع في حد من حدود الله. اه ممتاز. لما قال تشفع في حد من حدود الله لابد ان تفهم وتجمع بين الادله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه ايش؟ الحد. من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه الحد. وبداء الصفحه بالبينه. ومفيش بينه. السرقه دي كانت باقرار. زي قلنا نحن وسع له الامر على ايش؟ على وجود الاقرار فقط يضرب بالشبهه. لكن دي خلاص البينه ظهرت والناس كلها عرفت وارادوا اسقاط الحد. اراد ان يبين انه اذا رفع الحد لولي الامر لابد ان يقام. من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه كتاب الله جل في علاه. فيبقى دي ها؟ طيب انا انه يستطيع انه يرجع في الاقرار. لكن البينه انتهى الموضوع. فهمت؟ والدليل على ذلك قال: يا أنيس اذهب فإن اعترفت ترجمها. فممكن هي أصلا لا تعترف أو تعترف وترجع كماعز. رجع فالنسان قال: لما فعلتم ذلك؟ هل لا تركتموه؟ يتوب فيتوب الله عليه أهو. لما رجع الإقرار أسقط الحد أهو. قال: هل لا تركتموه؟ يتوب فيتوب الله عليه. لأنه فيش بينة. فهمت؟ شيخنا أخي بيسأل عن الدرس ميعاد الدرس بعد الظهر إن شاء الله. مش هو قال لك عشان تعبان؟ مش هو قال انه هيجي لغايه الساعه 2؟ ربنا في 3 ده لسه بقى حريص هيتكلم. انا عايز حريص يتكلم بقى ساعه على سنه كمان. المشكله ان الاخوه غير مجربه للصبر على الطلب. ربنا يبارك في عمرك. امين. نسال الله ان يحفظنا. مش عارف ان الاخوه ده دلع مايخ بايخ مايع. نسال الله ان يحفظنا يحفظكم. في حرمان الاخوه ده حد بيحرمهم يعني؟ بيبقى اشغال وكده شيء. فممكن بيبقى في وقت تاني اللي هو بعد مثلا العشاء بيبقى في متسع للجميع. الساعه 11 الصبح انت بتتكلم على كده؟ ايوه على يوم السبت. انا عندي سفر. طيب اعمل ايه؟ ممكن نخليه 2 لو انتوا عايزين. وبعد العشاء اكون انا في القاهره بعد ما تكون الدرس. لا والله هو الشيخ مش الشيخ من الاردن. لا الشيخ بيجي. لا هو الشيخ الدور اللي فات قال كده. قال انا ممكن اخلي الدرس لا على يوم السبت. انت قلت ممكن اخلي الدرس بتاع السبت ده لو عوزته تخلوه الساعه 11 او لما اجي من الدرس. لا ده في الاثنين. توهمت في الاثنين لان انا كنت مكان الشيخ مصطفى في الفتاوى الساعه 4. كنت كان في الاثنين. عامة ممكن نخليه 2 لو انتوا اردتم. ما هي اصلا بعد الظهر كان بتبقى 1:30. يبقى هو الساعة 2 ان شاء الله. اه بس هي دي. اتفضل يا شيخ حريص. نسال الله ان يحفظك ويحفظ بك وسامحنا اطلنا عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.